السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز شراء ما يسمى بحلوى المولد النبوي؟ وإذا اشتراها بعض الناس خطأ، فهل يجوز لي أن أكل منها؟ لا، ما عمل لأجل إقامة البدعة، ما عمل من الأطعمة لأجل إقامة البدعة لا تأكل منه، إنه مال غير طيب. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.